واللي بدا حبابة ألف مرحبتين حبابة دوحة متناسقة وفريدة للمواهب فات حبابة فيها كم شعراها غنوا حير أفكار الكتابة الكوميديان والممثل يمسح حزان الغلابة المغني الصوت صادح من زفير شهق الربابة دوحة الإبداع منانا في شهر رمضان حبابه الف مرحبتين حبابه. اعزائي طبتم وطاب مساكم عبر هذه الامسيه الجميله ونحن نتقابل مره في الفرح في حضره الالغ والتميز والجمال والاناقه والبساطه في حضره دوحه الابداع. سعيدين جدا لكم معنا في حضره الابداع. عباس الكمالاوي مرحبا بك وانت شكل حضور انيق عبر دوحتنا الوريفه. حبابك الله يا حباب المشاهدين داخل الاستديو وخارج الاستديو وحباب هنا كلهم. حبابك ملايين حبابك الله حبابك والله هنا هذه العامه لك التحية والله يا أخي حبابك الله يكرمك يا عباس تسلم والله يسعدنا نرحب بعضو دوحة الإبداع الشاعر حمزة الدسماني مرحبا بك والله حبابك أدنان والله يا ماجد وحباب السادة الضيوف السادة عباس الكمالابي روض التاج محمد عيلاوي حباب المشاهدين حبابك والله لك التحية والله بارك الله فيك نرحب سليم بيضون بالشاعر بالشاعرة روض التاج من تاني مرحبا بك والله حبابك يا ماجد وحباب المشاهد الكريم وحباب الشعراء القامات الموجودين معاي وإن شاء الله تكون حلقة خفيفة تنزل إن شاء الله الله يديك العافية سعيدين بك جدا والله نرحب أيضا بالشاعر محمد عجلاوي مرحب بك والله حبابك الأخو ماجد وحباب الشاعر معاي في الاستوديو وبحيي السادة المشاهدين وإن شاء الله نكون خفيفة تنزل عليكم لكم التحية والله يا أخي سعيد بكم جدا والله يا أخي عباس رايك شنو تفتتح لنا الحلقه دي بها نص؟ ابشر البشكي منك ما قنع وكان قنع ما كان شكا بس الكعب كتم الدموع اكيد بيرتاح البكا اوعك تقول زولك نساك واماله صابه وفرتكا لسه عم يعمل فيك تعود ريتك كبتنا اهلكا ريدك سكن جوا الضلوع يا دول مشاعري تملكا روحي المعذبه بهواك من بعدك الهم ادركا يا حن عليها وفرحة يا يما للحزن اتركا تراها غيرك ما لقت في هموم انسان شاركة غيرك من الفتك الجروح والروح سواكنة حركة زي ما بيقول مثلا الاهل الحل معلك عن شربك. يا سلام عليك يا اخي. الله يسلمك. لك التحيه والله. تسلم الله. حمزه. حبابك الله. حبابك ملايين والله. انا بمشي في درب الذول لا بقول معروفه انه الريد فعل. احساس بيترجم كلام. والريد احساس بالامان وبزيد كمان بالاحترام. والحب ده جند عاشقين. والجنة عنوان السلام لا فيها فرقة ولا خصام ما فيها عزة وكبرياء لا فيها فرقة ولا خصام الجنة فيها الحب يزيد لا من يصل حد الهيام وبتبقى يا هالجنة صاح لو فيها نور شاق الظلام النور كناية عن الحلال طعم الحلال ما في الحرام والشي صحيح ما فيه خوف إحساسه ياخ ياخ يا سلام إحساس بقينا مع بعض عاشقين وعمان السرور أنا أبقى ليك بلسم حزن وتجبر قلبي من الكسور وتكون حياتنا سعيدة جد بيناتنا ما في جفا وغرور في بيت ملاه الريد أمل بيت من فرح فرش الزهور دي الريد يا أهل بعرفها والكنت بتمناها ليك لكن خسارة البين ضاع وملي الزمان أملت فيك انت لعبيت الريد براك وجرحت قلبي المالي بيك يوم قلتي اخترت الدروس وانا برضي قلتي عزيز عليك بس قول لي كيفين عزيز بس قول لي كيفين عزيز والاختيار كان العكس كان الظروف بتخلي ذول ينساه حبه عشان درس وكيف الحبيب اللي بيشتهيك سكينه فيك بتنغرز والطعنه كان رد السؤال ما بتبقى جامعه مع العريس والطعنه كان رد السؤال ما بتبقى جامعه مع العريس لك التحيه والله يا حمزه يا اخي الله يكرمك لك التحيه والله يا اخي تسلم الله روض التاج حبابك حبابك ملايين عن نصدة كتب 2019 وباعتباره شنو كاتب فيه حواسي كلها نصدة كلها شديد بحبه شديد مقرب لي جدا جدا يا سلام يا اخي طيب بقول بنساك بس ولما نروح تفارقني وطرحل لسه ما السابع بفوت عينيك لما خلاص ادق باب الوداع واوادع ولما عيوني في مرقة ريحتي تلامع ولما نشوف زماني اللي عشته في عيني شريط واتابع انساك بس وانا روحي ليك متشحتفة ومشاعري بيك بتزيد حنين متلهفة ارجع تعالى وعك تفوت مني المواجع
خفيفة وأصبحت دونك دون هدف في الدنيا بس مضطرفة. طالما عايز تفوت ما كان تعشم قلبي بيك تديه أمان. آخر المطاف تنساه وحيد، لا ريدة لا حب لا حنان. وأصبحت زي فاقد الضنين تايه بفتش في مكان في ظلمة قاحلة السواد. لا شمعة لا نوري واستبان تنساني ليه. وانت البراك اديتني وعدك والضمان لما وعدتني بالسعادة وقلت ببصم بالبنان. ليه هسه شطبت الغرام وليه فؤادي عليك هان ارجع تعال جواي امل ما فات اوان. هانت عليك كلمات هواي وحبي ليك اصبح بعيد من المنال. انت في او حتى ما في بعيش معاك بس في الخيال. لو تاني اعشق دون عيونك مستحيل ابدا ابدا محال. برسم خيالك فيني لوحة ومن ترانيم الجمال. خطيت عليك امل السنين فرحة زمن ضرب الوصال خط القلم حبر الحروف شعر القلب وصف الدلال. جرح الحبيب كسر الخواطر وخطوة في درب محال ارجع تعال. سلام. ويعني لا بتحاش صدك وما تعب قلبي المتيم من نداك. شايفة حبك في البصر شايفة وهداك. عندك مكان جوايا بيت حاضن غرامك واحتواك. شايفة القلب الما أباك بس انت نادي علي بجيك. وفي ثواني بقي في حداك وما بفتش ليه سواك. ملل معاك انا ليك براك انا اصلي بتنفس هواك. عايز تشوف نفسك معاي انت ممزوج في دماي مستوطن القلب بينبض ليك بحبي وهواي. انت العشق وانت الحنين انا اصلي ليك ولي براي ما ليه سواي. عايز الدليل بختر جمر متبسمة وبهرة خطاي بشرب سموم الدنيا كت. بنسى الخلوق بسرح براي وبعيش أساي. يا خلي براي ما لي سواي. زعلي ورضاي فرحي وهناي توبي وغتاي. يا نور سماي انت يا نور سماي انا لي براي. خليك معاي في سكتك نعبر سوا ونعبر محطات الوصول برفقة. يا خنا ما براي خليك معاي ما كون براي خليك معاي ما كون براي. لك التحية والله يا أخي. ده ناس قريب والله. لو ما كان قريب انا كان والله كان حشكلي عزيز. لازم يكون قريب والله يا اخي. لك التحية والله يا روضة يا اخي. الله يا محمد نازل خطك في الفتيح عجيب. حيروك ذاته. حيرونا يا اكيد. بخش لكم في نص. ظاهر عليك ظاهر عليك ناس الغرام خاتيه سلت مهملات. انا تاني ما بسأل عليك لو حتى قلبي يكون رفاد. بادر براكد بي جفاي خليت قلبي اباك وفات. ويا ما كان عاهدتني نمشي والطريق الشوك حفاة صار عذر بالمستحيل. شام ما تدوم بين الصلات نهجر نسيب كل المحن اللي حبنا نكون الولاد. وصف جمالك بالقمر انا وصف جمالك بالقمر كاسي وجمالي جن الصفات. لكن خسارة هجرتني وشايف غرامك مني فات. فاتح زراعات الامل باللهفة والشوق احتواك حالي في يمين قسما عظم ما يملى قلب انسان سواك. داير اعيش حياة فرح وفنيه يمرينا كت معاك ازرع زهور ترجاني شوك ازرع زهور والقاها شوك واعيش مراير بجفاك. عارف صدودك وجفتك هاجرنا عارفك وبيرضاك انا قلبي ما بيرضى لزل وكفاه معانا ومعاك. بدي خيار بدي خيار بدي خيار بين تبقى جنبي وبين تروح. بين تبقى ياك حبي الوحيد تصبح دماي تبقى لي روح. اهديك غرام صافي ونغي ابني لك الواقع صروح ونعيش جنات من نعيم. جسدين نكون يجمعنا روح يجمعنا حب يجمعنا ريد. اسلم غرامنا من الجروح. ظاهر عليك لك التحيه والله يا اخي. ظاهر عليك كاظم الغرام فضفض وقول على ريد نبوحه وتاني بيناتنا السلام. يا سلام يا نلبس ويشاح الفرقه توب اي وتكون براك واصبح براي. انت قايل الهجران السبب بيجيبني طايع عليك. بتوب لكن نظرتك كان غلط. سويت مع الهجران ذنوب لكن نظرتك كان غلط. الله يعلمني. ألم والله زاد ما ألم أنا في شيء خلاص. أنا والله عندي نص زي ما قالت جبير روضة. النص بكون مقرب لك أو أول نص تكتبه أو أول أو نص بقارب أو يلامس إحساسك. صح. النص في أي مسرح يكون فيه يعني مشاركة بالنصوص بشارك فيه محبب لي. محبب لك. بقول لما زول بجد يريدك حقه تخلص ما تخونه. صح الله. لما يوهب لك روحه انت ما تخيب ظنونه. ما تكون في الريضه ناني واجبك انه الحب تصونه. لما زولك مره يزعل امسح عند معاد عيونه. لو بيشك في الريضه مره طمنه امسح ظنونه. اقصد ان الريض مراحل. شفت كيف الريض مراحل. مره الام في الضماير مره من طعم المناحل. اوعى تخدع مره نفسك او تقول الحب ده ساهل. لو حبيبك جار عليك ابقى سامح وما تماحل. لو تظن الريضه لعبه انت في ابعد السواحل. لو يكون الريد مغيم
بالسعادة بيبقى حافل، لما الريد يبقى صوري ما بيجيب غير المشاكل، لما الريد يبقى صوري ما بيجيب غير المشاكل. لكم التحية والله يا أخي. مع نهاية الوجع دي المشاهدين دارين طربوا يا أخي، نطلع لهم محطة خارجية ونيجوا راجعين. كارم عدنا في حضرة الألق والتميز والجمال والأناغة عبر دوحتنا الوريفة مع عباس الكمالابي. مرحب بك من تاني والله، منورنا المرة تانية. قال الظروف مننا ساقتك يا جميل، دايرين طلتك، الليالي بعيد ودتك، لين فد يوم ما جابتك، القلوب طارياك ما انستك، عايشة فوق أيام ذكرتك يا حبيب لامتين، جيتك كيف تجينا نشوف روعتك، العيون بالشوق فقدتك، لا نست لا يوم خلتك، عود تعال لي شوف فرحتك، في الوجوه ظاهرة محبتك، أي صاح أنا كنت ذولك، اللي أنت عما غرورك، كنت يا مالي وسعادتي، كل منايا أشوف سرورك، في النهاية عرف حقيقتك، بصراحة كشفت دورك، كنت بهواك
من ضميري كنت دون الناس بدورك في الظلام خليتي حلمي ولسواي ضوت بدورك العشم كان تبقي لي ولحياتي يضوي نورك إلا بس لغيرك أنت وحالا يتبدل شعورك إلا بس لغيرك أنت وحالا يتبدل شعورك. يا سلام يا أخ لك التحية والله يا عباس يا أخ حمزة حبابك والله ما جاني منك ثاني رد ما قلت لي أصبحت كيف ما شفت قلبي بالصفيق عطشان ومنتظر الخريف يا نسمة بتحرك جواي شغل قصيدة لي كيف ما عرفت قلبي من الأمس مرضان يا أخي نازف نسيف أنا ما مهم كيفين بقيت كذا طمنيني دحين عليك يا سلام طمنيني عليك دحين هل لسه باقي على العهد لساته قلبك لي أمين هل يا مناي ومنيتي حفظاه ريدل من سنين ودعواتي إننا نجتمع في بيت مراه في بيت ملاه الريت حنين هل يا نفس الأمنيات دعيا رب العالمين ما تجاوبي لي أنا بالكلام فعلك معايا براو ببين لو قلتي ما مهتم بي ما بغسى يا مطبع الرذين لا بنسى ريدل ليك كان لا ليك بنصب كم كمين يا ذولا ما لاي من خلاص عذرك معاك في كل حين أنا بلتمس ليك العذر قلب البريد معروف حنين وبقول عشان ما أظلمك يا ذولا هو يدون عين وبقول عشان ما أظلمك يا ذولا هو يدون عين. عين يا سلام يا أخي مشاهد الكريم نطلع محطة خارجية ونجيكم راجعين حتى اللي بده حبابة ألف مرحبتين حبابة ما ضقت يوم طعم الغرام
حبابة ألف مرحبتين حبابة. جيناك من تاني يا روضة نازل مع اللمين شديد والله حبابكم. طيب كان مرة من المرات بتصفح في فيديو هذا الفيس فقابلني فيديو لواحد فرنسي جايب صور من السودان فبيسخر من البلد بصورة فظيعة يعني قال دي بلدهم اللي بيفخروا بيها السودان السودان مهم يعني كلام مساء جدا جدا انه احنا ما متطورين وان احنا ما عندنا حضارة انه المهم الكلام ده انا زعلني شديد يعني كأي زول عنده روح وطنية اكيد بيزعل من الموضوع صح ده. فسبحان الله جنبي ورقة وقلم طوالي جريته وقعدت اكتب كتبت نص بيقول عازة يعني انا بتكلم في النص ده مع الاساس انه هي يعني عازة هي اللي بترد على الكلام ده صح بيسمع عازة هي بتعرف همنه فقلت له مسنودة بعضد الأمان مشيولة فوق ظهر الحمول مخطوطة فوق كف الدلال مرفوعة حاشة من النزول أنا هي لعزا ما بيزول أنا بتعناتيل سمر أنا عازة بعزة نفس مستورة بأوسع لبس أنا حرة حريتي السلام أنا للعذاب محال طول أنا بتعناتيل سمر أنا من تباشير الفرح أنا زي سؤالا من شرح أنا لي عدوي ما بتفهم وأنا لي لا يمكن وصول أنا بتعناتي لنسمر دباي ويا أهل الشرق يا سلام وسلامي لي أهل الشمال خير الأمور أنا كل وسط أنا عاصمية أنا الدلال أنا ولياني كردافة ورجال أنا زي ضفاف النيل أمل وجمالي عبرة الوصال أنا بتعناتي لنسمر السلام عليك يا أخ أنا صوتي زي دقنوبة المجازي في الذكر وأنا زي صلاح الشايل اللالوبة ومشغول الفكر أنا بالتبوها أنا البكر وأنا بتعناتيل سمر أنا طولي شايلة من النخيل رويانة عز ساقين نيل أنا وزني في الميزان تقيل أنا لامعة زي الذهب الأصيل أنا واضحة زي شمس المقيل أنا هي لعزا ما بميل أنا بتعناتيل سمر يا سلام أنا عازة يجابك فضول تعرف حروف اسمي الجميل أنا من حروف أنا من جمال الوار رجال انشالوا للحمل التقيل أنا زي رواكيب المقيل أنا وارث عزك داديين من بعد جيل أنا بتعناتيل سمر أنا زي نخيل الباوق عز أنا زي رواكيب المقيل وشموخي جبل البركل اللي بالحيل تقيل توتيل وعزة كسل بتعرب الرحيل أنا بتعناتيل سمر أنا زي فراسة دار جعل وأنا زي شرف آل وضرباط أنا زي صفات النوبة بالعز والثبات أنا زي قيادات المناصير ما بميل أنا زي غنيوات المحس نوبية غنت للعديل أنا ضنقلة الذكروني تاريخا أصيل أنا هي لعزا ما بميل أنا بتعناتيل سمر أنا عازة للعيان دوا وأنا للحزين فرحة هوى أنا عازة للعيان دوا وأنا للحزين فرحة هوى وأنا بمسح آلام النوى أنا والذهب أنا والجبال أنا والجبال أنا والذهب في الحد سوى وأنا ظهري الأمال للتوى وأنا بتعناتيلا سمر وأنا بتعناتيلا سمر لك التحية والله يا روضة يا أخ إبداع والله في دوحة الإبداع يا أخ لك التحية والله محمد والله يا أخي تحية للسودان تحية للسودان عامة والله ما خلتنا حاجة أقول فيه بعدين أرجع لك اللي همزة الديني رد علمت عيني السهر خليني أحصد ما زرع ما سيب حلمي روح هدر وريتك أنت حياتك سبتيني لي وقعا أمر هي الريدة ما بتجي بالغصب والحب ده ما بيجي من كدر دوزنت ليك حروف قصيد غنيت ليك على وتر أصهرت ريدك في عيني من مغلتي قام انتشر سمعت بكل الجامعة كت نقلوه لباقي البشر كل اللي بيشوف جسم الهزيل هو دموع نازلات كالمطر وكتبت ليك الحب شعر طاريني بكتب في بحر أنا صاح بريدك ومحترف ما هالضلوع ده القلب ذاتل انكسر كملتني من الجامعة كت قطعت لي صفق الشجر بتحبني بتحبني الله يا سلام يا الله يا واحد كريم ما كل مرة قاعد تطلع عكس يا الله يا واحد كريم جيب لي جواب خلتني زي جعان زمن وطعامه في بطن الجراب خدتاني بين بينين أنا خدتها بفوق للسحاب هديت كل الكون غرام مرتني في دنياي عجاب هذا طبيعي مرتني في دنياي عجاب يا سلام والله يا جماعة دي حلقة المفروض يكون عنوانها
البكا في حضر في حضرة الملوك. الله يكرمكم يا اخ. والله انا كنت سعيد بكم سعادة شديدة. بخير الله. عبر دوحتي الوريفة وان شاء الله نلتقي في 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 حلقات غادمة. لكم التحية والله يا اخ. عباس الكمالاوي يوصل تحياك لله والاخوان. والله التحية لله العامة داخل السودان وخارج السودان. اهلنا في مدينة الدامر. اهلنا في نهر عبرة. اهلنا غرب الدامر. الاخوان كلهم عامة في دامر في سوق الخضار عبرة سوق الخضار. حباب الدامر والله. حباب والله. حباب مركز الابداع لك التحيه والله. تسلم حمزه حبابك ماجد. والتحيه لك والتحيه للضيوف والتحيه للاهل كلهم بالباو عامه وعلى راسهم الوالد بدور جحفر الحاج كحلاوي. والتحيه لاهلنا في الذئاب وعلى راسهم الوالد احمد السماني. وتحياتي من هنا لهاشم عبد الله والدلباو ذولي شديد بالمملكه العربيه السعوديه. ونقول ربنا يردك سالم ان شاء الله. ان شاء الله. الله يكرمك. لك التحية والله يا أخي. تحية للأهل بالباوة. الله خير بارك الله. الله يديك العافية يا أخي. تحية لك يا رود التاج والله. التحية لك ماجد والتحية للحضور الكرام والتحية للموجودين خلف الكواليس والإعداد والإخراج والتنفيذ. وبرسل تحايا للأهل بمنطقة الشريك بمحلية أبو حمد والخال العزيز كمال عبد الله والخيلان جميعا. وطبعا الدعم لي شديد شديد جدا جدا. وبرسل تحية للوالدة بسمات عبد الله وللوالد التاج عبد المعروف. وبرسل تحية لصحباتي وللصديقة العزيزة جدا جدا نوادر أحمد النور ورؤى رفاط. لك التحية والله يا أخي. تسلم إن شاء الله. سعيدين بك جدا والله يا أخي. أنا أسعد. عجلاوي سعيدين بك جدا والله. لك التحية يا أخي. والله أنا الأسعد يا أخي. برسل تحاياي من هنا لكل الأهل بقرية عجلاوي بالكرب عموم والأهل بالدامر والصدان جميع الأهل والأصحاب والأخوان. من دايرين نذكر زود عشان ما نتلوم في زود. تحية لنا خلف الكواليس. تحية لحمد اليماني. تحية للاستاف العامل. تحية لك انت استاذ ماجد. وان شاء الله نكون خفيف الظل عليكم. رمضان كريم. صوموا تفطر على خير. الله يكرمكم يا اخي. ان شاء الله بيناتنا حلقات وحلقات. ان شاء الله. الله يكرمكم يا اخي. مشاهدينا الكرام انتهت حلقتنا اليوم. الى ان نلتقي في حلقة غادمة. كونوا في الموعد.
صوت صادح من زفير شهقر.